واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأخوات كلمة نحن كسر صنطها السيدي هوري لين كشغي طريقك إلى الجنة يا حواء عنوانك ذو أساس شيد كاغا أتشنّد أمر الهيد حاوي معناها وحي قصة سنتهي دمركا طريقة أي كو قاري كران إلهي تشنّد إيسا سبحانه وتعالى شيد كاس أستامه إيسا يبل علاموين كيسا إنا وحكت المانو أي كلمة كسر صنطها إلهنا وحكبر يا سبحانه وتعالى إن الصواب كان وافتشيو وحرك سنة أولى ليال نرشا أنشوغنا الدنيا ذا مين أنشوغن مردو بان كسر بيرني إلهي بأنك يا ناي سبحانه وتعالى واختير بين تشوغي دونا وان كسرنا يوجد ديبان نهي دقمك لانو قوري دونا نولو اللي الى هذا حياة البرزخ هي دقمة قبرقا انو قوحي قدونسا هي دانا وان كك قوري دونا وصعدال كيرنا نسي ودن دونا الى ان هويقا كما الدنبايستا ان قلو و الهي چنديس سبحانه وتعالى أن رجينا إن إني نون قندونته سعدال كادير من مركو جيرنا. الله سبحانه وتعالى وكتلمامي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سيد إلهي أو كفرنا إنسان سبحانه وتعالى وربي جن أدي ريسان سقو الله سبحانه وتعالى إذن هو ميدا دهيدين جيرين كدبنا هو إذن أبورا يو هو إذن كياني كدبنا إستقا إذن ديلي دونا كدبنا حقي سال إذن عرين دونا تصو مرحلة دوت بعد مريسان الله سبحانه وتعالى با إذن مامولي نولشان مركا أي نتشوغنو الدنيا ذا يدقمة ذا نهدا نتشوغنو ودقمة ذا أساس كأوة روحو آخر محوم مدن دونا ما تشنى مثل النار وحي أوميش شقيستي أمبو مليسة قوصن دونا روحي دعر أما قرد دميرات بيرتاي دعر يا قرد دميرات أمبو قوصني روحي بير وراكسن بيرتنا مليه دو قوصني ما دام مركا ايتاي نوشن ان جوغني مالمهن ان مرينو انت ان جوغي دونا الهي با غرانيه سبحانه وتعالى ما دام اي اساس اوتاي دغمدا ان كو دنبين دونو وحا لو باهاني ان ان مركا فهنو او اينو غرانو او اينن خلدمين او اينن كتسومين ايا لو باهاني نوشن الدنيا ده فايديده وح ويان ان اد كدغتو وسيلة أتكو قاعدة آخرة دار إن أتكرد قطو بير آخرة إن أتكرد قطو شعات شقي ستو شقدي أبريت إلهي كوغونا حريصا الله سبحانه وتعالى رضيه ستكو قاعدة له فإذا دا نلوش الدنيا دوا إنتا إنتا هدي روح أوكهلو وحبك كما مقنا هدو إنتا حقي تشيو إنتو نوليه مالمها أو نوليه وشقدي سو أي نقطة وح إلهي أوكو قاعدة يرالي نمديسة وحي الهي تشنديس وكو قاريو
وحذاب كيس أو كذا بتجليه أنت هدو أدونك كشر قيسته وحكم قني متشر أنت هدو سيبه وأنت أوجرب مرنا أدونك نلاشي أو نلا وضيع عي نفتي سينا خسارو جليه وقتك سينا وضيع عي روح سينا الشك ملها إنه يهاي روح أي بلا يقول عليه نلاش المركز غاية ده هي هدف كيدو كا استجاوي ولا ليال ما دام مركز أين هدف كيني غاية إنه أي شنطه وان شنطه رادين إنه لما نقصون هم يدني ومعلومة وكتجينا وحنص عنا دقمة إنه وضو ما يسنى هير إنه إنه تجدون دقمة ده سي أما والنار أما وشنو ما أم علينا يا إنه إنه قتير الروح يسقو وضو إنه نار تجلو كل جان وحن فيلا يا هدف كيني يتارجت كيني وتشدد إنه وحويان إن الله يتشندي سي الله سبحانه وتعالى عذاب كيسنا أنكبت بعدنا ما دام أي سيدا استهي إلهي سبحانه وتعالى تشندي سو هذا دوني سو دوني دون أي دبكاته هاي وح رخيص ما إلهي تشندي سبحانه وتعالى رخيص ما وقالوي سيدا النبي جينا صلوات ربي وسلام عليه ولي هاي حديث كعبد بن حميد أبو نعيم يا حاكم انتم أي صارين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه شيخ الألباني عليه رحمة الله نقول صحيحين يو وحن النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة النبي صلى الله عليه وسلم روحي بقى وعبصنا ياي وقوريا روحي قورنا أما قورينا ماشو دقناء وكس عذيب وقارا بدي عذا إلهي وقالي بدي عذا إلهي نواجسنا ذا بنبي رسول الله ربي سلام عليه معنى حديثكو وحاتو صلى الله عليه وسلم روحي مركو صعطيه هي وصفركو تشيرو وقولو غينيو وانتو مقالكة مثلا او مقالكة لك اسعوده لقنا او كسعوده اما او قديد بسارين هذين كيو قوريا او هذين كي مركو روحو بقى ايو قرح ايو كليل ايو اون ايو مركو كبقى ايو هذين كيو على لقيا اللو سعوده له روحي قورنا ماشو كسعوده ايو قارابو نبي رسول الله والسلام عليه منزل كيسي معنى واحد لقوة ده نولشن اينو كوچيرناي مدغنين گيدي بينو نه شلي وحان كسو گورناي مينان چيرين وان سو گورناي الدنيا دنا انيميد وهبين دح هبين بينو دغنانينا كديبنا سعودالكي سفرتي بان كوسي چيرينا گيديغي بان سي ودانينا قبر گال هدره دگينا ديگانكا وا كسي سوناينا هدنا اخران اسي گورينا الى دگم رسم گان كو دبين روحي مركب بقيا وصعدك وصعدية دقمت يعني واحد ويصعد على الكيسات سفرتها أي بقدر كتير تاعي وإنه حلي هذا مناسب كأه كفي عن إن الصعد على إنه صعد على الدنيا حلي هذا مناسب كأه كفي عن إنه الصعد على إلهي تندي سبحانه وتعالى إرضيه مركز النبي يقول حكدم بيسي صلوات ربي وسلام عليه إلهي بدي عدي سوى قالي بدي عدي إلهي نواة تندي سبحانه وتعالى بدي عدي إلهي وقالي شيء هذو قال يا هينا شيء قال يا لويب سنة شيء قال يا وحكوه جوين كرا شيء قال يا ساس دلادي بارب سبحانه وتعالى قرآن كوحكو شيء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إله سبحانه وتعالى وحو مؤمنين تكجتي نفطوا ذي حول هذا محو كجتي بأن لهم الجنة إن الجنة ليه سمعت يعني وحان هاي سنة وحا أقو قالي سنة نفتني حولهن وحان هاي سنة وحي أقو قالي سنة أيا إنو قوين كرا إلهي سبحانه وتعالى تشنديسة وأكتيسة تالو أو قالي لكن هذا وقت قالي بحنن وذا النف قالي بحنن وحول قالي آدم بحنن وآدم يعني وحو يددال قالي آدم بحنن ما إيبسن كرتيد إلهي تشنديسي قالي سبحانه وتعالى وحكو قوي ماذا الله إيمان وحكو قوي ماذا الله إيمان ولا ليال مركا ما دام تشندا اينو دونينو وحل دونيا اينو لنيمانو ددال لنيمان وحل دونيا اينو جيدكيدي عمرنو وحل دونيا اينو سببتيدي ولنيمانا لدونيا سداساي مركا اينو كو غاري كرنا
بعد توفيق الله تبارك وتعالى وعونه إلهي مركو إنا وافجيه إنا كالميه إنا قلنا دادالك إلا الله نبا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن بإله سبحانه وتعالى روحي آخرة دونية ما دونيت كريا ما وسعى لها سعيها شقد ذي عمل كيدين أشقيست مركان مؤمن أه روحا ساكن أهلي سمجد كليه ما أها أون دونيتان أنا وشنان رباء أنا وشنان رباء كليه شنان لغه الماي وإن السبب كيدي لاتمات هذا دونيس إلما دونيس وإن تقرستما هذا إلما دونيس وإن تقرستو ilmihi sida aad jidkiisa ugu marto haddaad xoolo doonayso waa inaad shaqaysato jidka aad u marto xoolihii helitaankooda laakiin waan iska fadhiyaa meeshaas ay xoolihii caruurtii ugu iimaanayaan ma soconaysaa jannaduna sidoo kale tahay haddii aadan jidkeedii iyo shaqadeedii ula iimaanin oo dariiqii loo mari jiray aadan u marin hadda waan iska rabaa oon jannaan iska rabaa waa iska galahay ma soconaysaa wax raqiis oo sidaas oo kale lagu helayo jannada ilaahay maaha subxaana wa tacaala waa inaad shaqadeedii ula nimaadno هذان دلالنا إلهي سبحانه وتعالى تشيد كذا وين وافتشنيه سيدو الرب سبحانه وتعالى قرآن كوشاري والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين كو الرب سبحانه وتعالى وحوليه يعني الددالي يعني وحوي مجاهدة السمي تشيد كنا قد دلال ككو بحيي رب حوليه سبحانه وتعالى وان هنونين هنا رب وكو وافتشن سبحانه وتعالى مركو قلبي كأركو إنا خير دونت أو كأركو إنا دوناك كو دلاليس oo uu qalbigaaga ka daalacdo inaad jannadiisa iyo ridihiisa ku dadaaliso wax walba kaala qaalisan yihiin rabbigaa subxaana wa tacaala markaasuu ku waafajinay laakiin haddii lagaa arkaba inaadan danba ka lahayn oo ina qiimo weynba kugu fadhiin ood kaba jeedsatayba hadde markaas yaa wax kugu falaya wey marka yaa wax kugu falaya adiga haddaabad nacdayba wixii ilaahay agtiisa yaallay subxaana wa tacaala iyo khayrkii agtiisa yaallay aday kuu daran tahay nin wax u noqonayo ma jira adiga unbaa ku dhibaysa adiga unbaa qaday عيد كله توحون نقول السماء جرت قصة إله سبحانه وتعالى قرآن كم حكوا شيء هذا قيمة فضلنا ورنتي مدن إن تصال أهل وقادة هذا دمر كمسلمات كها قصة سوى قصة رب سبحانه وتعالى تصالها كل سماء هوين يدي فرعون إيوه مريم بنت عمران ورب استوى إليه سبحانه وتعالى ورب قرآن كيري وكيري وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب سبحانه وتعالى وحو مؤمنين تتصالة وقصة مينية وقصة عتبدا وليابل وقضي شوئي عبرمدا رب وحو مؤمنين تقصة مينية هوين ذي فرعون امرأة فرعون واتصالو كديشا مدن مركي اي تيري ربيغيد اي كوتيري ربيو وحاد اي دستا غوري اكتادا ايغا دس جنادا دخدي ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه ربيو اكتادا جنادا دخديده غوري ايغا دجس ونجني من فرعون وعملي فرعون اي عمل كي سنه اله ايغا بدبادي ايغا سمته بخ فرعون نينكيدي بوها نين بقرنا واها نينكي إله نمشكتين واها حدنا مع ذلك قال نمديس إيا كفر كيس إيا نقن كيس إيا بقرتو يديس ويسلن علي محي دونيس إلهي بي قري چنة كررتا سبحانه وتعالى قري چنة إلهي أي كررتا ويديسانيس وبي كوب بدلانيس قري فرعون إيا بقرتو يديس إيا وحي أكتس إيا لون والله في الصدق وهو شيء آدو قيمة بضون شيء يعني زهدي أديكو الدنيا أردن كعنت هذا كل شرتو إلين هواين تمرك معنا واحد من كيدو وما تحويني أما بقر هي أيضا وما تحويند أيضا مرك هو بقرات كرسي جيبك فردا وحي أي هاي سيو لن إن كيدو يجوري جيسي بقر توي جيسي الدنيا جيسي الدلال كيسي ورم بين عضي ما يقولنا عضي إله درتي ونعز سبحانه وتعالى إله درتي ونعز عضي وجوري شنير ربطة مرك هسي ربي جدو يديسني سار ربي يو أكتا هذا جوري شنلا إيجاد شنلا ده نحيدا oo agtaada rabbi iyo guri iga dhis fircaawn iyo camalkiisana ilaahu iga badbaadi wanajjinii min alqowmi aldaalimiin qowmka aldaalimiintana ilaahu iga badbaadi bay leedahay aasiya imraatu fircaawn waxay qisadu cajab ku leedahay rabbi subxaanahu wa tacaala tusaale ahaan buu u soo qaatay oo wuxuu tusaale inoogu keenay shayga sidiisaba qur'aanku markuu tusaale u keenay waa shay aad u cajab badan
وقصلا ياب له محيي لي وحلي هذا أنت بدن دمرك وحي أبدينهن كل بنين كذا إنك مبدئهن كل بنين كذا إنك موقفهن لكن هواين إذا عجبت ذو وحويان نين كذي الدنيا دي سيب إصلنا علي إلهي درت بينون علي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى بيتشنك الربتا قولي تشني دونيسا الدنيا دي بغرتوي دي فرعون يوحوها يستين ورنعد أرنت أسمرك وحي كتوسيسا رغبة دي ده شعيل كذا دوني دي ده أي دونيسا يدورونيسا إلهي أكتيسا وحي الله سبحانه وتعالى ساس بلادت بالنبي أنه صلوات ربي وسلامه عليه وحيه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حديث كبخاري ومسلم إيسوس صاري من حديث أبي موسى نبي وحر صلى الله عليه وسلم رجع إن بضان باكر لما يسترنطي إن بضان رجع كم ذا وإن لما يسترمن لكن دمر كمات لما يسترمن إلا آسية إيوه مريم لودا مويان حديث كلا وكلو قدر يا حديث كلا لكن حديث كلا وضع سوشيغي معنى هذا هو هوان كرم يسترمي الدين تودا إي إيمان كودا إي أخلاق دودا إي حرير كودا ربي أي لليهين كرم ما يسترمي أي كترت هوان إذا فرعون أقبي تري إي ربي تصالح يوغسو قادة سبحانه وتعالى إي داس إي مريم بنت عمران إذا القرآن كلفتيسة وكان رب سبحانه وتعالى كحيتي مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أيضا إلهي وحكو أمان سبحانه وتعالى إن حبك إذا ترنك إلى لسي أو يزنك إلى لسي أو يفاحش إسك إلى لسي أيضا قبرة أيضا قبرة أبي هدنا إسنورتي إسنوري دا إسنورتي عفظة كد دا شيء إلى لنتا إس إلى لسي وحبك إذا إلى لسي وإلهي أيضا وحكو أمان سبحانه وتعالى مارك الله ود مرأة أو كاملة بأحيان رسولك صلى الله عليه وسلم لا بد أدمر كامرك وشجبه وحيره وإن فضل عائشة على النساء عائشة نبيك حاسكي صلوات ربي وسلامه عليه أم المؤمنين فضلها أي دمر كلا ديرتهاي وحي لم يديها عمتضى الثريد كلي له يعني فضلها أي لا ديرت عمتضى إنتو ذكاء لا ديرتهاي وكلت يعني الثريد كوا عمتضى واجس شرتي عمتوين كعون شرنا ميدا أوقف عن بالديشر مرك عمتضى الثريد كعمتوين ككلاسيدا أوقف عنتهاي بي عائشة الدمر كإنتو ذكاء أوقف ضد بدن تاي النبي صلوات ربي وسلامه عليه مرك الدمر كاسي قيمها بدن وحلقو قيمي وشرعاده كو قيميسي وربي قاكوت كو أماني قارنا الرسول كو حديثي سأقو أماني صلوات ربي وسلامه عليه وحكا لما وحكا لماها وحي دورتين ويدور بدين إلهي سبحانه وتعالى وحا أكتي سيالة شنديسة رضيه سيدور بدين ويكاد دورتين الدنيا ذاك دورتين شنديس مركو والعليال ما داما اي رادين نوغا باهان تاهي وحيو باهان تاهي مركا جيتك اللوم مراي إنا نستسنو وان ربنا شندي لكن شيتكين عمرنا شنو وان دون ان شك ملي لكن ان بدنو انغا انغاميدا شيتكي واكلوس ان بدنو انغا انغاميدا واحد مودا اني هيان شيتكي نارتا غيني اسلام marka hadana ay moodayaan inay jidki jannada hayaan in badano inaga inagamida maba garanaynaba xagee loo mara sheyga hadadan garanay jidka loo marayna ma gaari karti hada doonayso marka hore madfala hadad ama gaariso u socoto ama Kisumu u socoto ama Mombasa u socoto intan horta bal dhaqaaqin baa inaad garato magaalada jidkay ku geyn kara jidki markaad hesho ayay tilaabadii iyo jidka qaaditaankiisi ku suroobi karta marka kadib meeshaad u socoto aad gaari karto laakiin adoon jidki ba garaninba ma midig buu kaaxiga ma bidix buu kaaxiga ma horey buu kaaxiga ma gadaal buu kaaxiga jidki meel u yahay ba hadadan garanin oo jidka astaamihi adan garanin way adag tahay in aad hesho oo bitaali inaad gaadhana waa adag tahay maxay tahay marka yani wax weeyaan tilaabooyinka loo baahan yahay inaan qaadno si aan ilaahay jannadiisa ku helo subxaana wa tacaala kow horta marka koobaad jidka jannada loo maraayay tilaabadiisa ugu horeysa ay wax weeyaan al-iimaanu billaahi tabaaraka wa tacaala al-iimaanu billaahi ilaahay in la rumeeyo subxaana wa tacaala ilaahay in la rumeeyo kadibna رومينتا إله للروم لقدره هو جنسا إله اللي هو جنسا إن إله اللي يسوده سبحانه وتعالى أو يعني سر رسمية أو حقيقة أو طبعة والروح هو جنك إله يقوله سبحانه وتعالى شرع إله إنه جنك يقوله أو وإلى هذا وحن ديار أهي ربي جاي إنه إيتاليا
وان رمي الله شريتان كيسا وحن رمي يعني وحويان افعاشيسا وحن رمي اسمادي صفات كيسا وحن رمي انان اضواهي كيبان عابوديا مركان رمينا وحن ديار وهي شرع جيسو انه يتلي الايمان والاسلام ايمانكم معنا وحويان الله ينظر رميسو رسوشي سر رميسو كتبتي سر رميسو يعني وحويان اد رميسو مارت ملائكتي سر رميسو اد رميسو الهي قدر كيس رميسو يعني وحوي ان اد وح الله وحي رمي لو غنينا رميسو كديبنا مركات رميسو قلبي غاغو هوغان سما كديب حبنيه نوا اني هوغان سما الله سبحانه وتعالى ايد اينو محاضرتنا انتهد بدل ان دول تاغنان دون وفي سوره الاحزاب كسو ارتي ايا معنا وحويان او كتلمامي تلمامها دمر اي رغبا شنه الله لو غاري كره سبحانه وتعالى آيات هذه وآيات ربي سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آيات داسي صوب كتمت صوب كتمت وحياه سيدا إمام أحمد صوري إمام أحمد صوصاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها وحي لذا هاي نبي قوحا كوري صلوات ربي وسلام عليه ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال محان وضع الرسول اللي هدان دمر كينه محا القرآن كان لوغو الشيقي لا إيهي سيدا رقب اللوغو الشيقي انت بدن هذا القرآن كي خطاب كالرب سبحانه وتعالى هدو كي ما دحتا قاب رقا إلا لها الله يؤد موتو قاب كهدو كي ما دحتا دمر كنا حكم كوالا وداقان لكن وحي دوليس أم سلمة رقا سيدا يعني وحويان لها الله سيدا سوكالت الدمر كينا إن قرآن كاللوغو الشيقي وإيقنا خطاب كي لو وجهه مركزها وحي تري النبي وحان كوير رسول الله يوم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال محا قرآن كان لو شيقي لا إيه سيدا رقب اللو شيقي مركزها وحي تري لم يرعنه يومئذ إلا نداؤه على المنبر ما لنكاس إما أرقك حنين بيتري إلا نواقي سيسوغو منبر كسارا موي يعني هذا الكلام مركان كوير كدب وحي كدب أيا وحان مغلبة تري النبي هذا الكيسي نواقي سيسوغو منبر كسارا كاسم كو ارغا خايون سو بودي بيت معنا وانا اسرح شعري مركان تنتان شان ليسن يبيت فلففت شعري تنتي دي بان اسكمر مرتوان دو دوبي انا شان لدي دمايستراني با انتان دو دوبي ثم خرجت الى حجره من حجر بيتي كوريغيغا قوللكيسا قول كميدان او سو بخاي بيت وا ميد كم يعني مساجك كو دوان فجعلت سمعي عند الجريد يعني واخ ويان لاميهي كوريغو كدسنا ايان دكت سو ساري بيت إلى المساجد كي كلها وهي ينظر كالنبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني دربي جيب الصوصارتي بكت الصوصارتي وحي دوني سائني لقي ستبر رواق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كي مساجد كبحي فإذا هو يقول عند المنبر هذا الكي النبي وحي النقض المنبر كأكتي سؤكوها يا أيها الناس إن الله يقول في كتابه وارضضوا الله وحي كتاب كي سكوي وإذن لا يهي إن المسلمين والمسلمات وفي صلى الله عليه وسلم إن المسلمين والمسلمات تلمامهن استبين لاي تلمالنا رقا اسكاله مد كحيتنا الدمر كا اسكاله هقان سنياش الرقا ايه هقان سنياش الدمر كا رمي يالك رقا ايه رمي يالك الدمر كا ساسي سدبين يعني وحوي مطيعين ترقا ايه مطيعات كالدمر كا الى اله سبحانه وتعالى آيات آخر كذا مركو سيدا درق ايه الدمر بأي سدبين وآخر كآيات الرب سبحانه وتعالى أبال قد كوضا الشيء وإن إلهي أكتس أبال قد وين كليهين وشنن الله قوض أتشر وين إليهين أبال قدنا إليهين وشنن ضع معنا تلمامة هاسي مركة حديث كاسسوك الإمام الترمذي بصوص صار من حديث أم عمارة الأنصارية أيضنا نبي كان ويدية بيتر صلوات ربي وسلام عليه ووحان كويري ما أرى كل شيء إلا للرجال وحوال برقة أم بأسكاله أوي أنا قتها ندي ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما أرى النساء يذكرن بشيء
dumarka iyagoo wax lagu sheegayo nebigo ma arkee maxaa dhacay baa yidhi. Markaasay aayaddani soo degtay bila macna. Aayadda marka aan dib ugu noqonno, iyada ayaa waxay faahfaahisay jidka jannada loo maro, rag iyo dumarba jidka jannada loo maro, iyo astaamaha iyo sifaatka dadka ilaahay jannada ugu talagalay aayaddaa lagu faahfaahiyay. Ayada marka aan dib ugu noqonno, tilmaanta koowaadi waxa weeyaan ina almuslimiina waalmuslimaat, hoggaansanayaasha ragga ah iyo hoggaansanayaasha dumarka, waxaa laga dambaysiiyey waalmu'miniina waalmu'minaat, rumaysanayaasha ragga ah iyo rumaysanayaasha dumarka. Intaas waa qodob. Iimaanka waxaa laga wadaa waa hoggaansanaanta qalbiga. Islaamkana waxaa laga wadaa waa hoggaansanaanta xubnaha. Leanna waxa weeye islaamku sidiisaba waa in wixii kuu qarsoonoo qalbigaaguna u hoggaansamo ilaahay subxaanahu watacaala sharcigiisa. Xubnahan muuqda oo carabka, gacmaha, lugaha, yacni waxa weeye jirkaaga dhammaantiina waa inuu u hoggaansamo ilaahay sharcigiisa. Saasaa laga wadaa muslimiinta. Islaamnimadana waxaa laga wadaa markii halkan oo kale ay wada joogaan, islaamnimadana waxaa laga wadaa inaad xubnahaaga iyo noloshaada dadka u muuqata ilaahay u hoggaamiso. Iimaankana waxaa laga wadaa wixii dad waxaan ku dhex jirnay markaa dariiqii jannada iyo asbaabtii jannada lagu gaari lahaa. waxaan idhi marka koowaad waa iimaanka oo ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa uu ka xaarameeyey ruuxaan mu'min ahayn sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Qodobka labaad waa islaamnimo oo bimacna laga wada hoggaansan inuu ruuxu hoggaansamo uu hoggaansamo ilaahay sharcigiisa subxaanahu watacaala. arrinta saddexaad wuxuu rabbi ka dhigay subxaanahu watacaala waalqaanitiina waalqaanitaat. qunuudka waxaa la yidhahdaa sida uu leeyahay alxaafid ibnu kathiir calayhi raxmatullah, alqunuutu huwa aaacatu fii sukuun, waa inaad amar qaadato adiga oo weliba xasilooni ku daraya. taasaa waxaa la yidhahdaa qunuudka la yidhahda. bal wuxuubay imaamu axmed soo saaray min xadiid abi saciidin alkhudri inuu rasuulku yidhi sal alay wasalam, kullu xarfin min alqur'aan yudkaru fiihi alqunuutu fahuwa aaaca, xaraf kasta oo qur'aanka ka mid ah oo qunuut lagu sheego, lafdiga qunuut lagu sheegaay, waxaa laga wadaa bimacnaa aaaca laga wada. marka waalqaanitiina waalqaanitaat, dadka ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa ugu talagalay waa dadka ilaahay ateeca subxaanahu watacaala. daacada waxaa laga wadaa rabbi subxaanahu watacaala baa aslu daaca horta iska leh. isagaa laga amar qaataa, isagaa laga tala qaataa, isagaa laga dambeeya. rasuulkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh amarkiisa ayaa la qaataa. wuxuu nagula teliyana amrayna waan qaadanaynaa, wuxuu naga reebayna waa inaan ka hadno. qunuudku waa sidaas oo aan noqonno dad aan ilaahay iyo rasuulkiisa ku amar diidaynin subxaanahu watacaala. allah subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi amarkiisa aan diidayn oo kolba wixii iyagu ay u dooraan qaadanaya. marka rabbi subxaanahu watacaala isla fii suurati alaxzaab ku yidhi, wama kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyar, ma ay lahabu rabbi subxaanahu watacaala umana ahaanin, umana haboona nin mu'min ah iyo gabadh mu'minad ah, haweenay mu'minad ah, uma haboona haddii alle iyo rasuulkiisu ay amar bixiyaan in ay khiyaarkooda yeeshaan, say doonaan ka yeelaan, hadday doonaanna qaataan, hadday doonaanna diidaan, arrinkaa isagii kuma habboona buu rabbi subxaanahu watacaala. maxaa ku habboon? waxaa ku habboon haddii allah subxaanahu watacaala amar siiyo oo shaygaas sameeya yidhaahdo, rasuulkiisu salawaatu rabbi wasalaamu calayh amar bixiyo yidhaahdo shaygaas sameeya, ama waxaa iska daaya uu yidhaahdo, waxa ku habooni waa inay yidhaahdaan samicnaa wa acnaa,
waan maqalay waana yeelay ruuxii aan sidaa laga helin oon allah iyo rasuulkiisa aan ateecin jannada uu doonayo waa janno aan la garanaynin saas daraaddeed baa nebigeenu wuxuu uhi sallallahu alayhi wasallam كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أبو نبي صلى الله عليه وسلم أمت ذي ذو ننشى ندي قليا إلا عدي دي دم ويان فكان سوى حالي لي من يأبى يا رسول الله شنى يا دي ذي ما عد شنى دي ذي سجد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أبو نبي صلى الله عليه وسلم روحي أنيقى إي أطيعة وأمر كي قاتة ووحن كتل يييله oo waxaan ka reebo ka hadha ruuxaasi jannaduu gelayaa ruuxii amarkayga diidana jannadii waa diiday buu rasuulku yihi salawaatu rabbi waslaamu calayh marka walqaanitiina walqaanitaat ruuxa muslimka ah ee mu'minkee janna doonaya waa inaysan afka ka noqonin iyo sheegasho keliyate waxaa la doonayaa inuu allaah subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa inuu amarkoodii qaato wuxuu ka reebayna ay ka hadhaan isla qunuudka waxaa soo gelaya cid kasta oo ka amar qaada lagu yidhi oo sharcigu ku amray inaad ka amar qaadato isagana waa inaad ka amar qaadato inaad ka amar qaadato waa soo gelaysaa khaasatan dumarka matalan yacni rag iyo dumarba dadka inaynu amarkooda qaadano fii xuduudi sharci layna amray waxaa ka mida waalidkaa ka mida waalidkaa ka mida waalidkii ku dhalay waa inaad amarkiisa iyo taladiisa yeelatood ixsan fash haddii aad ateeci weydo khalaas waad ka baxaysaa walqaanitiina walqaanitaati marka waad ka baxaysaa waxaa ka mida maalan haddaad dumarkii tihiin qaybtiinna ragga leh raggiinna iyo aswaajtiinna inaad amarkooda qaadataan wa ilaa haddaad amarkooda qaadan weydaan wixii shareecada khilaafsan waa meesheeda laakiin wixii shareecada xuduuddeeda ku siman wa haddaad amarkooda qaadan weydaan marka waa ka baxaysaan walqaanitiina walqaanitaat marka waa ka baxaysaan waxaa taa ku tusaya xadiidka nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh من حديث يعني وحوي أبي هريرة ابن حبان بصوصاري بزار نو صوصاري من حديث أنس وحديث صحيح وي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت والنبي صلى الله عليه وسلم هوين إذا هذي شنت إذا سلادو تكتو وأطاعت إلهي وي شنت سلادو لتكتو sidii ilaahay u amray loo tukado sidii nebi maxamed u jidaya loo tukado cilmi lagu tukado iyo aqoon iyo garasho lagu tukado la dhammaystiro la ogo shanteeda salaadoo hadday u tukato sidii loo amray bisheeda ramadaanna ay soonto oo iyadana ay u soonto sidii sharcigu ugu talagalay rabbi subxaanahu watacaala u rabay waxaa lagu xujiyey xubinkeeda tarankana ay ilaaliso wa xasanat farjaha farjigeedana ay ilaaliso isdhowrto oo xumaanta iska dhowrto zinada iska dhowrto wa ataacad zawjaha ninkeedna ay ateecday ka amar qaadato intaa hadday isku darto maalinta qiyaamada waxaa la odhanayaa iridaha jannada midkaa doonta ka gal baa la odhanaya inta iridada jannadu ay leedahay mid alla midkaad adigu rabtee kula qumanaada ka gal baa la odhanaya xataa irid gooniya loo xadidi maayo middaad adigu rabto ka gal baa la odhanaya maxay kaga xidhan tahay waxay kaga xidhan tahay inay rabbigeed ateecdo oo rabbigeed sabay ku ateecaysaa waxay ku ateecaysaa inay shanteeda salaadoodna tukato bisheedana soonto waa bisha ramadaan isla markaana ay islaaliso isdhowrtood isxifdido sida inoo imaan doonto isla markaana yacni waxa weeye wadaadka wadaadkeeda noloshu ka dhaxayso iyo gurigeeda inay kala dambaynta ilaaliso amarka ilaaliso jiritaanka iyo dhisnaanta qoyska ilaaliso yacni waxa weeye oo amarkiisa ay yeesho wixii aan shareecada khilaafsanayn taasina waxay ka mid tahay daacada ilaahay uu ku sheegay subxaana wa tacaala walqaanitiina walqaanitaat oo rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa ka ku caddeeyey haweentu hadday ninkeeda iyo gurigeeda kala dambayntiisa ilaalin weydo markaasi dee waxa weeye jannada isugaysa muxuu yahay jannada isugaysa muxuu yahay marka marka jannada yacni waxa weeye astaamaheeday ka mid tahay iyo waxyaalaha jannada lagu gaadho ayay ka mid tahay arrinkaa isagii inaad aada u ilaalisaan bay u baahan tahay oo walaalayaal yacni waxa weeyaan ilaahay shuruucda inoo dejiyey nadaamka inoo dejiyey guryaheenna u dejiyey nolosheenna u dejiyey nadaam ka qiimo badan oo ka qaalisan heli mayno nadaam inoo dhaamo oo yacni waxa weye inooga fiicanna ma jiro aakhariyo adduuntoon nadaamkaa ilaahay inoo dejiyey subxaana wa tacaala marka inaan ilaalino ayaa loo baahan yahay tilaabada saddexaad rabbi uu aayadda ku sheegay waxa weeyaan
أما صفات الصدحات والصادقين والصادقات رجع فرنت الشيغة إيا الدمر كرنت الشيغة فرنت وحل قوضا عرب كاغان إنا تكدو داش الرنت قلبي كاغا إيا حبنها وحي سمين يانا إنا إسوافقا ومنافق نما إسكيل عليس صدقي يرنت يدنا سوقليس حرير كربي قا الله ليضها إنا الضاعات كتا دين الإسلام كشيغة شدد إنا الضاعات كتا قلبي قاقا وحا كتشري وحا موجسان إسا إنو وضا الصعودو إسكو ميدي هاي ووحنا كو قرصانين وحنا موقنين وحا موقدي وحا قرصانين إسان إسقلاف سانين صدقي قا كمت صدقي وحا كمت إن عرب كاقا آت كد داشا إنا الرمشت أو بين آد إسكا إلاليس بين آد إسكا إلاليس ومحايا لي سيد النبي قانو صلوات ربي وسلام علي وكشيغي حديث عبد الله بن مسعود احمد يا مسلم يا ترمذي اي صوصارين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رنت كدالا رنت لازم ابو النبي صلى الله عليه وسلم ما هي رنت وناجا ايي ددك كهنونيسا هذا رنت كدداش waxaa lagu furaya irida farabadan oo khayr aan lagu furaya waxyaalo farabadan oo runtu waxay ku gaarsiinaysaa wanaag oo aakhiradaadii adduunka ku anfacay diriga ay runtu kugu hanuunaysayna isaguna jannadu kugu hanuuninay walu fiirsad runtii maxay ku gaarsiinaysaa dir iyo samafal samafalkiina wuxuu ku gaarsiinaya jannadu ku gaarsiinay jidka jannada loo maro astaamihiisa iyo dadka ahlu jannaha sifaatkooda waxaa ka mid a markay runta ku dadaalaan runta inay ku dadaalaan wuxuu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxu ka zuuli maayo inuu run sheegayo runtana ku dadaalayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro kii runta badnaa ruux markuu runta uun shaqo ka dhigto oo akhlaaq ka dhigto oo dhaqan ka dhigto oo afcaashiisa iyo carabkiisa iyo kulli uu runta ku dadaalo marka dambe ilaahay agtiisa waxaa loo qorayaa waa kii runta badnaa baa loo qorayay run badne ayaa ilaahay agtiisa loogu xariiqayaa subxaana wa tacaala nebigu wuxuu ka dambaysay hadalka isaga iyaakum waalkadib wa iyaakum waalkadib beenta iska jira buu nabi salawatu rabbi waslam aleyh beenta iska ilaaliya maxaa yeelay beentu faajirnimay kuu jiidaa dunuub kaleetay kuu jiidaysaa iyo ka dhalanayay kuu geynaysaa dunuubta iyo faajirnimada ay kuu jiidayna iyaduna naartay kuu jiidaysa ruuxu inuu been sheegayo ka zuuli maayo oo beenta ku dadaalayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro been badane looga qoro mar haddii been badane lagu qorona bas wey naar baad leedahay rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu inoo sheegayaa astaamaha iyo tilmaamaha lagu yaqaano dadka ahlu jannada ah waxa weeyaan wasaadiqiina wasaadiqaat runta ku dadaala runta ku dadaala mucaamalada aad rabbiga la mucaamalonayso run ku dadaala mucaamalada aad khalqiga la mucaamalonayso run ku saleh carabkaaga runta bar beentana ka ilaali beentu waa dhaqan aad u xun iyo akhlaaq aad u xun saas daraaddeed ba rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wakunuu maca asaadiqiin war dadka alla rumeeyeyow ilaahay ka baq ilaahay iska jira cadaabkii subxaana wa tacaala waxaadna noqotaan kuwa runta sheega la jirankooda noqda ilaahay subxaana wa tacaala haddaad runtaa uu ku waafajiyo albaabo fara badan oo khayraa lagu furayaa shaki ma leh waxyaalo fara badan oo cidhiidhi oo kugu imaanayana rabbi subxaana wa tacaala waa kaa fududaynay sida maalan qisada ay aayaddu ku timid oo kale da qisadii kacb ibn maalik qisadiisii dheerayd bay aayaddu ku aroortay iyo cidhiidhigii ay galeen iyo sidii runta ilaahay ugu badbaadiyey subxaana wa tacaala arrimahaasay ku mid marka waxaa loo baahan yahay in aan runta ku dadaalo si aan asaanta iyo tilmaanta iyadaa oo tilmaamaha jannada loo maro iyo jidka jannada loo maro ka mid a iyadana aanu helno wuxuu rabbi ku xujiyey subxaana wa tacaala oo midda afraadi ay tahay wasaabiriina wasaabiraat ragga sabra iyo dumarka sabra sabirku waa astaanta dadka sugan saddex qaybood buuna sabirku noqdaa qaybta koowaadi waxa weeye inaad ka sabirto ilaahay macsiyadiisa subxaana wa tacaala inaad nafta ka xakamayso oo naftaadu waxay rabtaa in ay dunuubta gasho naftaadu waxay rabtaa inay wax xamato naftaadu waxay rabtaa inay wax disho naftaadu waxay rabtaa inay dadka wax ka sheegto naftaadu waxay rabtaa inay xaaraanta cunto naftaadu waxay rabtaa inay jahliga iskaga noolaato
naftaadu xumaan bay doonaysaa ee xumaanta ka xakame, inay zinaystay rabtaa, inay macnaha wax weeye wax xaday rabtaa, inay wax khayaantay rabtaa, waa inaad nafta xakamayso oo xumaanta aad ka celiso. Sabirka qaybtiisa koowaad waa qaybtaa. Qaybta labaadi waxa weeye assabru cala aطaacaat, ilaahay subxaanahu watacaala daacaadkiisa iyo waajibaadkuu ku faray iyo waxyaalaha aad ugu dhowaanayso waa inaad iyadana nafta ku celisood ku xakamayso, maxaa yeele naftu waa diidanta, naftu waa diidantahay inay tukato, nafti waa diidantahay inay soonto, nafti waa diidantahay inay xajido, nafti waa diidantahay inay khayraadka samayso, inay wax sadaqaysato waa diidanta. Naftu waxay diidayso oo khayrkoo ilaahay kuu dhowaynayo rabbi ku farayna ee daacada ana ku qasab oo ku sandule oo ku xakame. Waa labada qaybood, labada qaybood waa sabirka. Qaybta saddexaadi waxa weeyaan assabru calaa qadaa illaahi wa qadarihi tabaaraka watacaala, ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha uu qorsheeyey ee masaa'ibtee kugu dhacaya inaad ayagana u adkaysatood sabir iyo adkaysi yeelato. Xoolahaagaa la gelayaa musiiba ku imaanaysa, sabir oo adkayso. adiga naftaadiibaa musiiba ku imaanaysa iyo caafimaadkaaga, sabir oo adkayso. carruurtaadiibay ku imaanaysaa, sabir oo adkayso. eheladaadii iyo qaraabadaadiibay musiibadu ku imaanaysaa, adkayso sabir. soo ma jeeda? yacni waxaa la doonayaa marka inaad sabir iyo adkaysi waxyaalahan ilaahay qorsheeyey subxaana wa tacaala, oo aad rumayso wixii kugu dhacay inuu ahaa wax horay u qorshaysa. maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibaka, lam yakun liyusiibaka. wixii kugu dhacay marna kuma garab mareen, wixii ku garab marayna marna kuguma dhaceen. waxaana horaa loo qorsheeyey oo loo qoray. mar haddaad intaa ogaato, likay laa ta'sow calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum, wax kugu dhacayna murug iyo walbahaar kugu hayn maayo oo dhibaato kuu keeni maayo, musiibo kugu dhacday, khayr aad sugayso ku garab marayna murug iyo walbahaar kuguma hayo, leanna horu u qornaa way warku. intaasaad isku daaweyn oo qalbigaaga ku dejinaysa, wax aadan filaynin oo khayra haddaad heshana kibir iyo farax kugu xambaari maayo, leanna waxaad ogaanaysaa waxaan inuu qornaaba kolley kolley waad heli lahay. soo ma jeed? marka waxaa la doonayaa wasaabiriina wasaabiraat, inaynu sabirkaas saddexdiisa qaybood alla nimaadno haddaynu ilaahay jannadiisa doonayno subxana wa tacaala. sabirka saddexdiisa qayboodba, macsiyada iska celiyo nafta ka xakamey, daacada ilaahay subxaana wa tacaala iyo diinta waajibaadka gudashadooda nafta ku xakameeyo ku qasba iyadoo diidan, masaa'ibta idinku imaanaysana sabra oo adkaysta oo markay musiiba kugu timaado yayna ka dhalanin wax khalada inaad samayso, wax khalada inaad samayso ama naftaada dishood isdisho, ama ma ahe inaad masalan wax weeye jirkaaga dhibaato soo gaadho, ama aad raalli ka noqon weydo ilaahay qadihiisa, ama yacni lama ogola. waxaa la doonayaa inaan isdhiibno ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa isu dhiibno oo aan ogaano waxaani inuu kollayba inagu dhici lahaa. sabirka saddexdiisa qayboodna ayadna in lala yimaado, iyaduna waa astaamaha dariiqa jannada wey. arrinta shanaad ee rabbi subxaana wa tacaala uu ku shanayay waxa weeye waalkhaashiciina alkhaashicaat, ragga khushuucsan iyo dumarka khushuucsan. khushuucda maxaa la yidhahdaa? alxaafid ibnu kathiir wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa khushuucda assukuun waaltuma'niina waaltu'ada waalwaqaar waaltawaaduc waalxaamilu calayhi alkhawfu min allahi tabaaraka wa tacaala wamuraaqabatuhu. waxaa la yidhaahdaa khushuucda, waxaa la yidhahdaa in uu addoonku xasilo, xasilid, xasilooni iyo kaadsiyooni, iyo addoonku inuu tawaaduco isliido oo rabbigii isu liido subxaana wa tacaala, inay jirkiisa ka muuqato khushuucdu ka muuqato, wejigiisa inay khushuuci ka muuqato, noloshiisa inay khushuuci ka muuqato, dhaqankiisa inay khushuuci ka muuqato, addoonku uusan kibir iyo isla weynan lahayn. leanna sida nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ruuxii qalbigiisa isagoo kibir yar uu ku jiro dhintaay, janna ilaahay geli maayo subxaana wa tacaala. tawaaduca oo wax kastoo tahay, wax kastoo tahay ood addoommada la dheer tahay, waxba haysolayna inaad wax haysato, waxba ha kibrin, ha isla weynaanin, ha ismahadinin. waxaad ogaataa mar walba inaad baahantoo rabbigaa u baahantahay subxaana wa tacaala. waxaan aad haysatana waxaad ku leedahay maba jiraba, waa laguu dhiibay, ilaahay baa ku siiyey subxaana wa tacaala. sidaas daraaddeed waxay kallifaysaa inaad khushuucdo salaada dhexeedoo kale, inaad ku khushuucdo oo markaad salaada ku jirto aadan adduunyada ku foofin, qalbigaagu uu salaadaasi ku mashquulsan yahay, xubnahaaguna ay dhaqdhaqaaqa joojiyaan. jidka markaad marayso waa in khushuucdaada laga garto, noloshaadoo dhan waa in khushuucda laga garto. bini aadamka markaad la mucaamaloonayso, tawaaduc iyo xasilooni iyo hoos isu dhigid
iyo kibir la'aan waa inaad kula dhaqanto hadii laakiin aad isla weynaato ood ismahadiso oo ama xoolahaaga aad ku kibirtood isku mahadiso ama ma ahe xooggaagu ku yacni ku kadiyo ama ma ahe quruxdaadu ku kadiso ama ma ahe yacni waxa weeye aad iskadiso macnaha waxoogaa ismahadisaay meeshaasi waxaa ka imaanaya sabab keeni karta inaad ilaahay jannadiisa ka qaddo subxaana wa tacaala marka waalkhaashiciina waalkhaashicaat khushuucdaasa loo baahan waana dhaqanka dadka mu'miniinta dhaqanka dadka mu'min munaafiqiinta iyo dadka xunxun baa lagu ogyahay iyo gaalada inay iskibriyaan oo isweyneeyaan oo ama dadka yasaan oo xaqiraan ama xaqu markuu u cadaado ay diidaanoo diinta ay ku gacansaydaan macnaha arrintaasi wuxuu leeyahay alxaafid ibnu kathiir waxay ku imaan kartaa addoonku inuu ilaahay ka baqo rabbigiina muraaqabeeyo oo waa ka nebigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي وحد أعبده سيدي أديكو أركي يوكل معي إلى هذا أديكو ربك أرك ربك أرك نساكو أركي حضي مروى البقلبك كتشرت ربك وكو أركي إسلوين أنكو قد عماي حضي مروى البقلبك كتشرت الله وكو دال عنايا وإسلي ديسا الله عسيبك قليس حضاد عضو مدى لردق ميسو haddaad keligaa tahay maba rabbigaa maqabee subxana watacala oo waxaad og in lagula so lagu daacanayo ku arkayo aadan rabbi ka qarsoonayn xataa marka inaad khushuucdo arrinta yacni waxa weeyaan lixaadi waxa weeyaan ee rabbi ayadda ku sheegay ee dadka ilahi subxana wa taala dhigay waxa weeyaan ila attasaduq wax sadaq in aad wax sadaqaysataanoo xoolihiina ilahay u dhawaataan subxana alisaan ila alxawiij waalducafaa alladiina laa kasba lahum walaa kaasib dadka baahan dadka danyarta ah dadka danleyda ah dadka masaakiinta ah dadka agoonta ah bulshada qaybaheeda hoose dhibaataysan in aad gacanta u fidisaan oo wixii ilaahay idin siiyey wax ka siisaan ayadana waa astaan ka mid ah astaamaha dadka jannada ilaahay ugu talagalay subxana watacala ay leeyihiin waa ka subxaana watacaala aayadda yidhi yani walmutasaddiqiina walmutasaddiqaat bu rabbi subxana watacala ragga wax sadaqaysta iyo dumarka wax sadaqaysta kuwa way ku jannada ugu talagalay subxana wa tacaala marka waxaad haysataan wax ka bixiya waxa guriga yaalla iyo biilka wax ka bixiya raashinka guriga yaalla masaakiinta wax ka siiya sheebkii waxa ku jira dadka masaakiinta wax ka siiya dukaamaad waadahan way yeelateen oo suuqii idinkaaba u badane waxa aad haysataan iyo xoolihiina sadaqaysta leanna waxa weeye sadaqadu waa asbaabta jannada lagu galo waxyaalaha ugu muhiimsan bay ka mid waa ka nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sabcatun yudilluhum ullah yowma laa dilla ilaa dilluhu saddex ilaahay toddoba ruux ilaahay baa subxaana wa tacaala hoosaynayo hooskiisa gelinaya harkiisa gelinaya waa carshiga harkiisa laga wada sii riwaayo kale caddaynayso maalin uusan jirin hoos iyo harhkiisa mooyaane toddobada ayaa ka mid a waxaa ka mida ruux sadaqaystay sadaqo la baxay oo sadaqadiisii qariyey ilaa midigtu waxay bixinayso ayna bidixdii wax ka ogaaninba isaga laftiisii baa kala qariyey labadii gacmood baan xataa iska warhaynino midigtaa bixisay bidixduna kama warhayn yacni waxa weeyaan macnaha waxaa laga wadaa sadaqo uu cid walba ka qariyey ayuu baxsaday ruuxaasi jannada ilaahay ku mudanaya bal in qiyaamada iyo dhibaatooyinkeeda marka la taagan yahay inuu ka badbaado carshiga iska harsado ayay keenaysa waa ka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabada fuqaradoodii usoo dacwoodeen saxaabada kuwii fuqarada waxba haysanin baa ku yidhi nebi allow yacni waxa weye jannada darajooyinkeedii sare iyo ajirkii aqraba waxaa la tegay raggii xoolaha haystay say ula tageen waxay yidhahdeen rasuul ilaahayo way nala salaadii waa nala tukanayaan soonkii waa nala soomayaan haddana waxay samaynayaan xoolahoodii bay ku jihaadayaan xoolahoodii bay yacni waxa weeyaan maaragtay ay sadaqaysanayaan annaguna ma haysanno sidaas daraaddeed waa naga hormareen raggaas sadaqadii bay nagaga hormareen oo jannadii iyagaa qaatay markaasaa nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh in sheegaa wax nin idinka horreeyeyna aad ku gaadhaysaan ka idinka dambeeyana uusan idin soo gaadhi karin haabay dheen rasuul ilaahayo markaasuu nebigu wuxuu yihi sal allahu alayhi wasalam salaadda markaad tukataan